الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. باب فعل يفعل. رأينا في الدروس السابقة أنه إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فعل بكسر العين فإن مضارعه يكون مفتوح العين. إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فعل بكسر العين فإن مضارعه يكون مفتوح العين، مثل علم يعلم، فهم يفهم، سعيد يسعد، لعب يلعب، فرح يفرح، وحلم جرى. وهذا هو الأصل، ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا أفعال ذكرها المؤلف رحمه الله وعدها، وهي على قسمين. القسم الأول قسم جاء بالكسر والفتح. القسم الأول قسم جاء بالكسر والفتح وهو 9 أفعال. والقسم الثاني قسم جاء بالكسر فقط وهو 8 أفعال، وهو 8 أفعال. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا، أي افتح عين المضارع المتصرف من فعل المكسور العين. والمقصود إذا كان الفعل الماضي مكسور العين فإن المضارع منه يكون مفتوح العين. إذا كان الفعل الماضي مكسور العين فإن المضارع منه يكون مفتوح العين. وسمع يسمع، عهد يعهد، وفرح يفرح. وخرج عن هذه القاعدة نوعان: نوع جاء بالكسر والفتح، نوع جاء بالكسر والفتح وهو 9 أفعال، نوع جاء بالكسر والفتح وهو 9 أفعال، ونوع جاء بالكسر فقط، ونوع جاء بالكسر فقط وهو 8 أفعال. وأشار المؤلف رحمه الله إلى النوع الأول بقوله: وجهان فيه من احسب، مع وغرت وحرت نعم، بئست يئست ولح يبس وهلا. وجهان فيه من احسب، مع وغرت وحرت نعم، بئست يئست ولح يبس وهلا. وجهان أي جاء وجهان في عين المضارع. وجهان أي جاء وجهان في عين المضارع من احسب، ما وغيرت، أي من هذه الأفعال التي ذكرها المؤلف، وهي 9. بدأ بقوله حسب، احسب، هذا في الأمر من فعل حسب، تقول في المضارع يحسب ويحسب بمعنى ظن، حسب يحسب ويحسب، يحسب ويحسب معناه ظن. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب، هذا هو الفعل الأول. والثاني وغر، يقال وغر صدر، وغر يغير ويوغر، أي توقد غيظا. وغر صدر فلان أي توقد غيظا، توقد غيظا. تقول وغر، يجوز لك في المضارع أن تقول يغير، ويجوز لك أيضا أن تقول يوغر. فإن قلت لماذا تثبتون الواو في هذه الأمثلة في حالة فتح المضارع وتحذفونها منه في حالة الكسر، قلنا
الفعل المعتل الفاء بالواو إذا كان مضارعه مكسورا حذف منه الواو، وإذا كان مفتوحا لم يحذف. هذا هو الفعل الثاني، فعل وغر، المضارع تقول يغر ويوغر. وأشار المؤلف رحمه الله إلى الفعل الثالث بقوله وحرت، وحر صدره يحر ويوحر، أي امتلأ حقدا، امتلأ حقدا. وأشار إلى الرابع بقوله انعم، انعم في الأمر من نعم ينعم، ونعم ينعم معناه تنأم، وحسن حاله ونظر، نظر حسن الحال. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه المؤمنون أو وجوه المؤمنين ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. نعم. طيب، نعم ينعم وينعم، أي تنعم وحسن حاله ونظر. وأشار المؤلف رحمه الله إلى الفعل الخامس بقوله بئست، بئس في المضارع تقول يبئس وتقول يبأس، أي ساءت حاله، ساءت حاله. ثم أشار إلى السادس بقوله يئست، تقول في الماضي يئس، المضارع ييئس وييأس بمعنى انقطع أمله، انقطع، انقطع أمله بالهمزة لا بالعين، انقطع أمله، انقطع أمله. نعم. طيب، وأشار المؤلف رحمه الله إلى السابع بقوله إوله، من فعل ولها يله ويوله، أي ذهب عقله لفقد ولد، لفقد ولد أو حبيب. ولها في الماضي، يجوز لك في الماضي تقول يله، ويجوز لك أيضا تقول يوله. وأشار المؤلف رحمه الله إلى الثامن بقوله يبس، يبس في المضارع تقول ييبس، ويجوز لك أيضا أن تقول ييبس، أي ذهبت رطوبته. يبس الشيء أي جف، صار جافا. نعم. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى التاسع بقوله وهلا، قال وهلا الرجل يهل ويوهل بمعنى جبن، 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 أي فزع. ووهل في شيء، وهذا إذا كان وهل في شيء معناه جبن وفزع، أما وهل عن الشيء أي نسيه، نسيه. طيب، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وأفرد الكسرة فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ حبها. لما ذكر المؤلف رحمه الله الأفعال التي يجوز فيها الوجهان، الآن يريد أن يشير إلى النوع الثاني، يريد أن يشير إلى النوع الثاني أو إلى القسم الثاني، وهو ما جاء بالكسر فقط، وهو ثمانية أفعال، ثمانية أفعال. بدأ بقوله وأفرد الكسرة، يعني أفرد الكسرة في عين المضارع من هذه الأفعال التي ذكرتها وهي ثمانية: ورث المال، ورث يرث، ورث فلان المال يعني أخذه بعد موت صاحبه. نعم. وولي، ولي يلي ولاية وولاية، الولاية بالفتح تذكر في النسب والنصرة، والولاية بالكسر تذكر في الحكم والإمارة،
والإمارة. طيب ترجع إلى اللسان لابن منظور. أما فعل ولي يلي وليا أي قرب منه، ولي يلي المصدر وليا أي قرب منه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة أو لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي كل مما يقرب منك. نعم، هذا هو الثاني. وأشار المؤلف إلى الثالث بقوله ورم. ورم الجرح يرم أي انتفخ، انتفخ، والانتفاخ هو الارتفاع والعلو. وأشار إلى الفعل الرابع بقوله ورعت. ورع الرجل يرع أي كف عن الشبهات واجتنب عن المحرمات. وأشار إلى الفعل الخامس بقوله ومقت. ومق الرجل يمق أي أحب، ومق يمق إذا أحب. نعم. وأشار رحمه الله إلى الفعل السادس بقوله وفقت. وفق الفرس يفق إذا حسن حاله، قل وفق يفق أي حسن حاله. ومنه أيضا وفقت أمرك تفق أي صادفته موافقا، وهو من التوفيق، وهو من التوفيق. قوله رحمه الله حلى بضم الحاء، ويجوز حلى بكسر الحاء جمع حلية، ويجوز أيضا جلى نسخة في بعض النسخ جلى، وجلى بمعنى ظهر. يجوز أن تقول ما وفقت حلى، ما وفقت حلى، ما وفقت جلى. نعم. ثم أشار المؤلف إلى السابع قوله وثقت. وثق المسلم بأخيه يثق أي اعتمد عليه، اعتمد عليه. نقول وثق به يثق ثقة أي اعتمد عليه. قال مع وري المخ. وري المخ يري إذا اكتنز أي امتلأ وكثر. قوله رحمه الله احويها يعني احفظها، احفظها. طيب، هذا النوعان هما اللذان خرجا عن قاعدة فعل يفعل، وهما في مجموعها 17 فعلا، 9 منها جاء بالكسر والفتح، و8 جاء بالكسر وحده. فتحفظ هذه الأفعال ولا يقاس عليها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله احوها أي احفظ هذه الأفعال التي ذكرتها لك ولا تقس عليها، ولا تقس، ولا تقس عليها. نعم، ولا تقس عليها. نعم، قلنا نلخص الدرس: إذا كان الفعل الماضي الثلاثي على وزن فعيل بكسر العين فإن مضارعه يكون مفتوح العين، وهذا هو الأصل. ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا أفعال عدها المصنف، وهي على قسمين: قسم جاء بالكسر والفتح و9 أفعال، وهي حسب وواغر وحرى، نعم بائس يائس، ولها يبس ووهلا. وقسم جاء بالكسر فقط وهو 8 أفعال، 8 أفعال، وهي ورث، ولي، ورم، ورع، ومق، وثق، وثق، ووري. هذان النوعان هما اللذان خرجا عن قاعدة فعل يفعل، وهما في مجموعها 17 فعلا، 9 منها جاء بالكسر، أو 9 منها جاءت بالكسر والفتح، و8 جاءت بالكسر وحده. فتحفظ هذه الأفعال ولا يقاس عليها، لذلك قال المؤلف احويها يعني احفظها ولا تقس عليه، ولا تقس عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.